الشدة مش بس هي اللي بتكشف معادن الناس، ايوه، لكن الإنجاز يكشف كتير من معادن أول الناس. ما تصيبك أي خير بتلاقي بعض الناس حوالين منك مش كلهم مرتاحين طبعا، بتلاقي واحد بينهار. سيدنا الإمام علي وهو من أكبر المعالجين السلوكيين في وجهة نظر المتواضعة كان بيقول: لا يأمنن أحدكم لرفقة أحد حتى التلاتة دول اللي نحطهم حلقات في عقولنا مش في ودنا. يا عيني، شدة تصيبه ونعمة تصيبك، أيوة، وخلاف بينكما. الله 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 الله، ايه الشغل العالي ده؟ طيب اجتهد واكون حريص على الناس، لازم تعمل كده، لازم تجتهد وتتحمل الناس وتاخد بالك منهم وتعمل خدك مداس ليهم وتتحمل اسلوبهم، لازم تعمل كده. ده كلام يدخلك على طول مستشفى الامراض العقليه على طول. والله العظيم انا بحزن جدا لما الاقي كتير من اشباه المتخصصين اللي بيطلعوا على كتير من الشاشات ويقول لك انت لازم تتحمل وتيجي على نفسك عشان البشر، واللي يأذيك لازم تتحمل إزاؤه. على فكره ده مميت. على فكره هو مش كل الناس ينفع معاها كده. نفس الدكتور النفساني العظيم سيدنا الامام علي قال: لنا قوم لو اسقيناهم عسلا مصفى، هتحط له العسل في بقه، ما ازدادوا فينا الا بغضة. يا لطيف يا رب، حط له العسل في بقه. أبنت بالله، كرهك كرهك. فيش فايده. ولنا قوم لو قطعناهم اربا اربا ما ازدادوا فينا الا حب. وانا اشهد الله اني ما ازددت فيكم الا حبا. ولنا دكتور إذا تكلم أخذنا ونهلنا منه عسلا مصفى.